أكاديمية تأسيس أونلاين، معلم مبدأ خبير مايكروسوفت، سفير التفار، مسؤولة الأنشطة التفاعلية بأكاديمية مع نرتقي، معلم تمد نيربوت صوت قطع. نعم، أيضا معلم قائد في مجتمع واكلت، معلم معتمد فيليبوت، معلم معتمد كويزيس، سفير لتطبيق كاوت، مدرب محترف إذا SDG Skills 21. نعم، واليوم حصتنا مع إبداعات مايكروسوفت فليب. طبعا فليب هي نفسها فليب جريد سابقا، تغيرت لتصبح فليب. واليوم معكم طبعا كالعادة هادي الرياحي من تونس، أستاذ أبو المميز لغات، صاحبة فريق مهارة القانون 21، و عديد المنصات العالمية، ومعلم معتمد في عديد المنصات أيضا، متحصلة على عديد الشارات وشارة تي وتي من عديد الأكاديميات، تماما مثلي مثل الأستاذ أمير، كلانا تعلم حتى من نفسه فغير الكثير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أمين. ممكن تشير حتى دقيقة أشير بس الشاشة. أيوة على راحتك، take your time. أوكي بسم الله، خلاص ظهرت كده. تمام دورتنا النهاردة إن شاء الله عن مايكروسوفت فليب. قبل ما نتكلم عن مايكروسوفت فليب لازم الأول نعرف إيه الهدف العام اللي بتقوم بيه شركة مايكروسوفت. شركة مايكروسوفت ليها هدف عام في كل البرامج بتاعتها، الهدف ده هو empower every student in the earth to achieve more. يعني ان هي بتعمل على مساعدة وتنمية كل الطلبة والمتعلمين اللي موجودين على كوكب الارض عشان يحققوا كل اهدافهم واكتر مما كنا نتوقع كمان منهم. طبعا تنمية وتعزيز مهارة كل طالب على سطح الأرض ده بيؤدي إلى إن إحنا لازم ندعم المعلمين عشان يقوموا هما كمان بدورهم في دعم التلاميذ، وده بيكون من أجل تحقيق مهارات القرن 21، وذلك باستخدام أدوات مايكروسوفت اللي بتوفرها لنا، لأن المعلم بيتعامل مع احتياجات مختلفة للمتعلمين، فنحن بنتعامل مع أنواع مختلفة من التلاميذ، سواء تلاميذ سمعية أو بصرية أو تلاميذ بتعاني من صعوبات تعلم. فإزاي نستخدم مايكروسوفت فليب في إن إحنا نحقق للتلاميذ احتياجاتهم ونساعدهم إن إحنا نوصل بيهم لبر الأمان وإنهم يحققوا أهدافهم وطموحاتهم، ونعزز كمان مهاراتهم الموجودة ونعزز مهارات القرن 21. اسمحوا لي الآن كلنا نكتب في جوجل مثلاً كلاس بوينت ونكتب الكود ده 76556. عايزة كل واحد يذكر واحدة من مهارات القرن 21 اللي يعرفها. تمام. ممكن حضرتك تضغطي على اللي جنب الرقم هيظهر لك الجزء كده، ممكن تجيب لنا الرابط منه عادي، ولو أمكن لو فعلت الشريحة لأن شكلها شغالة قبل كده يعني، فممكن تعملها تاني عادية مفيش مشكلة. أوكي أيوة تمام. بص حضرتك اضغطي بقى فوق على classpoint.app، عند classpoint. أيوة فوق، أيوة السطر اللي هو visit www.class. أيوة اضغطي عليه. بسم الله. أيوة اضغطي. نعم أوكي بسم الله. شغال؟ أنا شغال عندي تمام. بس هو عشان الأخوة بس الحضور يقدروا يدخلوا معاك، لأن هم هيخرجوا من الصف بتاعي ويدخلوا عندك يعني. تمام؟ أوكي. اضغط عليه تاني كده، هو حقيقته يطلع بقى اللي الرابط بنحطه هنا كمان. إن شاء الله في تعليم نشط إن شاء الله وحل المشكلات كاتبين لحضرتك يعني. أوكي طيب دي الورد كلاود. تمام، يبقى عندنا وقت اكبر.
هي مش هتتفعل، عارفه ممكن لان اللون بتاعها برتقاني، معناها انها اشتغلت قبل كده يعني. حاضر، رابط بتاع الكلاس بوينت هنجيبه تاني. حاضر، بص حضرتك ممكن تخرجي من الكاس، ايوه، وروحي على الكلاس بوينت تاني مره تانيه. ايوه، الغي بس الايقونه دي تاني، اللي هي الوورد كلاود دي، الغيها تاني يعني، احذفيها. ايوه ثانية واحدة بس. حاضر، على مين؟ تمام. روحي بقى على الكلاس بوينت وعلى الوورد كلاود واعملي واحدة جديدة عليها يعني، وخلي السؤال زي ما هو يعني. التعلم الذاتي، التعلم التعاوني المعروف. والله والله يا رابط، الورشة آخر إن شاء الله اللقاء بإذن الله تعالى يعني. اللي هيقول تاني باني رابط، بقول احنا كلنا يعني ناس كبار، نخلي كل حاجه للاخر خالص. ايوه، تعالي على اخر حاجه بقى، اخر حاجه، لا خلي الاخير، لا طلعي دول، اقفلي دول يا استاذه، الاثنين الاولين اغلقيهم عشان اقول لك انا ما يفعلش مره واحده. ايوه، ده واللي تحته. ايوه، واعملي بقى الوقت بتاع حضرتك اللي انت عايزاه. لا خلي الاخير، الاخير اعملي الوقت. ما عشان كده كنت مفعليه لا، دقيقتين لا كمان. عندي السهم الصغير ده، ايوه، اختاري بقى دقيقتين ثلاثة زي ما انت عايزة. اوكي، شكرا لك. يلا اقفلي، اغلقي السهم اللي فوق، هتلاقيه يجي وادخلي على الكلاس ان شاء الله. لا، كود الكلاس بوينت مختلف استاذة دليلة، على ان هي الاستاذة عندها الصف بتاعها مختلف عننا. تمام، 7 6 5 5 6. ايوه، كلنا بندخل على كلاس بوينت على اي متصفح ونكتب 7 6 5 5 6. ممكن تضغطي بقى فوق كده، شوف تاني يمكن في حاجة، ساعات بيبقى الشريحة تعلق شوية. اضغط عليها. ايوه، انا حاسه انه معلق بس شويه. يمكن، لان عشان هم يقدروا يدخلوا معاكي يعني. ايوه، ده رقم الصف 7 6 5 5 6. ممكن نكتب على اي متصفح classpoint.app، وممكن انا اجيب لكم الرابط عادي وتدخلوا مع الاستاذه يعني. ما فيش مشكله، خليها هنشوفهم يجوا معاك ان شاء الله، لان ساعات الباوربوينت بيعلق بعض الحاجات كده يعني. اوكي، بنقول اهلا وسهلا بالكل، وهم كاتبين كلام طيب على الدردشه استاذه ياسمين. طيب هم شايفين دلوقتي الكلاس ده؟ كاتبين. انا عايزهم. ايوه، كلنا ممكن ندخل على الصف للاستاذه و نعم نعم ادخل انا للفحص. نعم، هو عايز التفاعل. بنقول اهلا بيكم بالراحه على ميله خالص. انت ما عليك ان بتكتب كلاس بوينت ده شغال اهو، التاني كان معلق، ده شغال تمام. طيب لحظه، في ناس دخلت ممتازين، او انا هحط لهم الرابط بتاع الكلاس بوينت. ايوه تمام، معلش، هو ده رابط الكلاس بوينت اللي هو هيدخلك بعد كده تكتب الكود اللي هو 4 7 1 1 5، ده هو اتغير الكود دلوقتي. تمام، ممكن تدخلي على، اضغطي على الرابط كده تاني نشوف يطلع ولا لا. معلش يعني. ايوه، اضغطي بقى هنا تحت، ده انا اللي انا عايزه من سعيد. شايفه ايوه النسخ ده؟ لا، فوق فوق، انسخي، اي على اليمين، ايوه دي، انسخيها وحطيها على الدردشه. ايوه، على مين؟ على مين؟ خليها شويه عشان يمسحوا الكيو ار كمان، خليها شويه. اوكي، لحظه واحده، الكود الجديد 4 7 1 1 5، 4 7 4 7 1 1 5، وكلنا بنتفاعل مع الاستاذه. ممكن يلا حطيها عاد، هيخليك اقفلي من السهم اللي فوق ده، ايوه هنا على اليمين. ايوه، ممكن لو تقدري تروحي على الدردشه بقى وتحطيه، وبعدين اعملي الكاستان عادي، ما فيش مشكله. ايوه جميل.
ايوه الاستاذه هتحط على الدردشه دلوقتي كود الكلاس بوينت وكلنا نشترك معاه يا جماعه، وده تمرين عملي ليكم كمان تقدروا ان انتوا تعملوا ازاي الشريحه لو علقت تغير الكود بتاعها عادي، وتغير الصف وتغير الرقم بتاعه براحتك انت يعني. دي من الحاجات الجميله الجديده في الكلاس بوينت. ندخل بقى عليها. يلا فعلي حضرتك السؤال تاني عادي من الكاس وان شاء الله من الباور بوينت. وهنا ممكن ندخل كلنا ونشترك مع الاستاذه على طول. يلا من الكاس اللي تحت. ايوه بسم الله. وفي اخوه الحضور لا اللي هو الاصل اللي الشريحه. ايوه معك. الباور ده كنت شغالة بيه قبل كده صح؟ لا لأنه لسه بيعلق شوية. اه يمكن هو فاهم على اقول لك الفصل ممتلئ. طب انت معاك 25 بس؟ لان هما دخل العدد. طيب انا هعطيك برو بعد كده عشان يبقى معاكي 200 واحد في الصف. ماشي خلاص. طيب اوكي اتفضل. لو تبعتي لي حتى الباور ممكن افعلك. لسه في كلاس بوينت تاني؟ تمام نشوف لا الاخوه. خلاص الاخر هيبقى بدل. طيب الفصل يا جماعه 25 بس اللي معاه، اللي ما بيبقاش معاه برو. اللي معاه برو بيبقى معاه 200 تمام. فاللي دخل كتب او حل المشكلات مهارات رقميه مهارات. انا اقرا جميل اقراي حضرتك. عصف ذهني، مهارات رقميه، الابداع، التفكير النقدي، تمام، محور الاميه، التعاون. نعم جميل. حل المشكلات. الله شفتوا السحابه الجميله، كل ارائكم الجميله طالعه هنا. ايوه ممتلئ لان هو 25 بس الاستاذه ما معهاش البرو. انا معايا البرو. ممكن نكتب في الشات، ممكن نكمل في الشات عادي. يكتبوا في كاتبين حضرتك. هنكمل في الشات عادي. معلش اللي ما عرفش يدخل يخش من هنا حضراتكم، يكتب على الدردشه عادي. طبعا تمام؟ كل الاراء جميله ما شاء الله كلها صح. كويس قوي ان في ناس كتير عارفه مهارات القرن 21 ما شاء الله. طيب انا هقفل دلوقتي المشاركه. طيب ممكن تاخديها شريحه عندك من فوق عارفه. طيب ما فيش مشكله. بص حضراتكم عشان افهمهم بس حاجه صغيره، الكلاس بوينت فيها حاجتين. 25 للصف الواحد لو ما معكش برو. برو يعني ده اللي هو بيشتروه الاخوه او الاخوات، ولكن المدربين بياخدوا لهم 200 واحد في الصف. وانا معايا اكواد مثلا عاطيني 50 كود اوزعهم للحضور اللي بيجي معانا في الكلاس بوينت. فاللي بيكون معاه البرو بيستغني عن الحكايه دي خالص، بيبقى معاه 200 في الصف، وال 200 دول بيكون قدامه 3 شهور فيه مجانا يعني. تمام اتفضلي حضرتك. تمام. كلنا دلوقتي هنشوف مهارات القرن ال 21 المطلوبه من الطلاب عندنا. التفكير الناقد زي طبعا ما حضراتكم قلتوا، والتفكير الابداعي، والعمل التعاوني الفريقي، والتواصل. دي اهم المهارات اللي احنا بنتكلم عليها في القرن ال 21. طيب نعم. عندنا كمان مهارات الثقافه الرقميه بتنقسم لحاجات كتير. اول حاجه عندنا عندي ثقافه معلوماتيه، وعندي ثقافه اعلاميه، وعندي ثقافه تقنيه المعلومات والاتصالات. كل الحاجات دي بنعملها عشان ننتج طالب مبدع قادر على تحمل المسؤولية. عايز اقول كمان ان كل المهارات دي بتؤدي الى تكيف ومرونة وانتاجية وقيادة مسؤولية لدى الطلاب. وكل الحاجات دي شركة مايكروسوفت بتوفرها لنا عشان فعلا نقدر ننمي الجوانب دي لدى الطلاب، ويقدروا يكونوا مواطنين صالحين مسؤولين قادرين على التكيف مع تطورات الحياة. يلا بينا نشوف موقع فليب. تطبيق فليب ده بيتيح للمعلم ان هو ينشئ شبكه خاصه بطلاب الفصل، ويرفع المقرر بتاعه والدروس والاسئله بالكامل عشان يقدر الطلاب ان هم يتشاركوا ويبعتوا له الاستجابات بتاعتهم ومشاركاتهم كلها، ويردوا على المعلم من خلال فيديوهات قصيره. وبيتوافق التطبيق مع مختلف طبعا انواع الهواتف المحموله والاجهزه اللوحيه والمتصفحات، ويتميز بالسهوله الكبيره في استخدامه. وده بيساعد الطلاب الصغار على حضور الدرس عبر شبكة الإنترنت ومشاركة ردودهم بكل بساطة بدون أي تعقيدات. ومع هذا بيفضل استخدام التطبيق تحت إشراف الوالدين. طبعا ممكن أي حد يبعت فيديو مسيء مثلا للطالب والطالب يشوفه
طبعا لازم يكون برضو تحت اشراف ابردين. ده تطبيق رائع بيسمح للمعلم ان هو يوصل معلوماته من خلال صور او فيديوهات مرئيه بدل من الطرق التقليديه اللي المعلم متعود عليها، وكمان بيقدر يتحكم في المحتوى اللي هو بيبعته حسب رغبته، وبيساعد الطلاب على فهم واستيعاب الدروس من المنزل دون الحاجه للذهاب لاي مكان، كما انه مجاني بنسبه 100%. بالنسبه للمعلم، موقع فليب بيعتبر طريقه جذابه عشان يعزز المناقشه في مساحه منظمه، بيقدر يعمل جروبز عشان ينظم فيها الطلاب ويضيف لهم الدروس والوسائط اللي بتدعم الدرس اللي هو بيشرحه والاسئله والواجبات المنزليه، وكمان بيتلقى استجابات الطلاب على كل هذه الاشياء في مكان واحد. يلا بينا نستعد دلوقتي ان احنا نجرب موقع فليب. الناس اللي اول مره تدخله كلنا هنكتب في جوجل flip.com، ده احنا شايفين كده في الشاشه، نكتب في اي متصفح جوجل او اي متصفح تاني flip.com، واول لينك هيطلع لنا هنختاره. جميل، وانا بحط لكم الرابط للفليب موجود على الدردشه اللي بعته لي حضرتك. تمام تمام موجود، حضرتك تضغطوا على الرابط الموجود على الدردشه دلوقتي، ممكن تدخل منه على موقع فليب، مايكروسوفت فليب، ونمشي خطوة خطوة عشان ما تتهوش من النهاية. هنفتح مثلا جوجل كده. جميل. وانا هكتب اهو. نعم. فليب. الرابط اهو الاولين طلع لي، انا هختاره. جميل. هيظهر لي الصفحة دي. دي كده واجهة البرنامج. هنشوف كده مع بعض خطوة خطوة على مهل الخط. دي كل الصفحة ايه اللي هتطلع لنا في الأول. أول حاجة بيقول لنا لو حد ما عندهوش لسه أكاونت أو مرة يدخل هيدوس على ايه؟ ساين أب فور فري. طب لو عندي طالب معاه الكيو آر بتاعي ممكن يدخل من هنا عادي، هبعت له الكود وهيقدر يمسحه ويدخل. طيب هدوس هنا على ساين اب. هيطلع لي دي. لما اجي ادخل في ليب الافضل ان ادخل يا اما مايكروسوفت او بجوجل. انا مثلا هختار جوجل. بالنسبه للي هيفتح اول مره خالص هيطلب منه ان هو يكتب اسمه الاولاني والاسم الاخير والايميل والباسورد، وهيبعت له كمان تاكيد على ايميله عشان يقدر يتاكد ان فعلا ده ايميله، وبعد كده يسمح له ان هو يدخل الموقع ان شاء الله. انا طبعا هوريكم في الاخر بتاعي اللي انا عاملاه من الاول، بس هفتح معاك واحد جديد فاضي خالص عشان تقدروا تشوفوا اول ما تدخلوا. يا دوبك هتسجلوا هتكتبوا الايميل بتاعك والباسورد والبياناتكم، هيفتح لكم الصفحه دي. جميل. دي كده لسه صفحة فاضية خالص من الأول خالص، ما عملناش فيها أي حاجة. لو شفت هنا عندي الصورة اللي بتطلع لنا دي في أعلى يمين الشاشة، هختار منها سيتنج. هيطلع لي كل البيانات اللي أنا سجلتها أول ما دخلت، ولو أنا عايزة أعمل أبديتس عليها أو أي حاجة ممكن إن أنا أعملها من هنا، اللي هو الاسم الأول مثلا والأخير، مثلا المكان اللي انت شغال فيه، الناس اللي هتعامل معاهم لو انا فتحت السهم ده كده، الفئه العمريه هتكون ايه بالظبط، هل انت عامله لكل الناس ولا مثلا للفاميلي والفريندز بتوعك بس، هل عامله مثلا للثانوي، عامله للاعدادي، عامله للاطفال الصغيرين. انا مثلا اخترت هنا من 5 ل 10 سنوات بما اني مثلا معلمه ابتدائي. استاذه ياسمين في رجاء. حد بعت لنا بيقول لها شويه شويه عشان نمشي معاها خطوه خطوه على مين خالص، احنا مش ورانا اي شيء. ايوه احنا جايين عليهم نتدرب ونتعلم سوا يعني. تمام شكرا. طيب طيب انا هقول من الاول، احنا دلوقتي اول يعني. خالص هنرجع اهو. ايوه احنا دوسنا بس على الصوره دي ما عملناش اي حاجه ثانيه. نعم. لما دوسنا اخترنا ثالث اختيار اللي هو السيتنج. لما هنفتح السيتنج هيظهر لنا
كل البيانات اللي احنا سجلناها او اللي عايزين نعمل لها ابديت او نضيفها او نغير فيها. هيطلب مني الاسم الاول، هيطلب مني الاسم الاخير، الاسم اللي هيظهر للناس ايه. هنا طالب مني مثلا الاورجانيزيشن نيم، مثلا اكتب مدرسه او اكتب وزاره التربيه والتعليم، اسم المدرسه انا بشتغل فيها مفيش مشكله. هنا كوميونتي، المجتمع اللي انت هتتعامل معاه ايه. انا مثلا بما اني مدرسه ابتدائي اخترت المرحله الابتدائيه اللي هي من سن 5 ل 10 سنوات. لو فتحنا السهم ده هيظهر لنا اختيارات كتير زي ما احنا شايفين كده، هنختار منها حسب العمر اللي احنا بنتعامل معاه، او لو انت عامله عشان تتواصل مثلا مع معلمين فقط او مع العائله والاصدقاء، هتختار حسب ايه الهدف اللي انت عامله عشان تستخدمه عشانه. حاجه مهمه جدا عندنا هنا كانتري، لازم نحدد البلد بتاعتنا عشان ده بقى هيوصلنا باصدقائنا المعلمين اللي موجودين في نفس البلد. والتايم زون نفس الكلام، كايرو بالنسبه لي طبعا، كل واحد بيختار حسب البلد اللي هو فيها. هنا كمان بيقول لي السبجكت، الماده ايه، هل انت عايز كل المواد ولا عايز ماده بعينها تختارها. طبعا برضه لما نفتح السهم هيطلع لنا مواد كتير جدا، ماس، تاريخ، حاجات كتير جدا اهي، ولا التعليم عامه ولا كمبيوتر ولا فنون زراعه، ممكن تختار اول يعني حسب ما ايه ما انت عايز. لو نزلنا تحت شويه في نفس الصفحه برضو هلاقيه بيقول لي الايميل اللي انا داخله بيه، بعد كده بيقول لي دي الكارنت باسورد، دي الباسورد بتاعتي اللي انا مدخلاها اصلا ودخلت بيها خلاص اوريدي، ودي لو انا عايزه اغيرها واعمل ايميل تاني، ولو عايزه اغير الايميل هدوس على تشينج ايميل من هنا. ده كده جزء خاص بالايميل بتاعي. الجزء اللي بعده خاص بالباسورد، برضو هنا حاطط لي كارنت باسورد، يعني الباسورد اللي داخل بيها اوريدي دلوقتي خلاص، دي بتاعتك اللي انت سجلتها. طب لو انت عايز تعمل واحده جديده او تغيرها هعمل تشينج باسورد وابتدي ان انا اغيرها، هيطلب مني ان انا اعيدها مرتين عشان اعمل لي كونفيرم باسورد. لحد هنا تمام؟ طيب ممكن نكتب في الشات كده وان لو احنا تمام اوكي كلنا؟ لو الجزء ده مفهوم بالنسبه لنا نكتب كلنا في الشات وان. في خبر نقدر نكتب واحد حضراتكم لو في حاجة تمام كلنا؟ أستأذن حضراتكم بس لو حد فتح المايك ممكن نقفله؟ نشوف مين اللي فتح المايك عشان في صوت معايا. مسز هادية، مسز هادية، مسز هادية، هي حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي لحد الخطوه دي؟ والله هم يعني عاوزين شويه شويه على مهلهم عشان يقدروا، لان لسه في ناس عايزه بتشتغل من على الهاتف، وفي حد عنده مشكله في الدخول، وفي حد يعني حاجات كتير يعني، فهتتعالج ان شاء الله شويه شويه. طيب في طيب حد مش تمام ان ليه مش تمام؟ لو لسه شويه بتقول لك حضرتك يعني هي ماشيه واحده واحده يعني، ولذلك انا قلت لها عشان كده شويه شويه يعني. حاضر. او شوفي لو عايز تعيد من الاول مفيش مشكله، اه عادي مفيش مشكله، احنا معاهم لغايه ما يتعلموا الدخول بس حضرتك يعني من اول تاني خالص، من اول صفحه. طيب. خالص يا جماعة الموقع بسيط جدا، انت ما عليك الا ان انت بتكتب مايكروسوفت فليب، اول رابط تاخده وتفتح تعمل حساب عليه، بس هي دي الفكرة يعني اللي قالتها المستبعة. ده اي موقع بنعمل عليه حساب. نعم فضلي. او بنعمل عليه حساب ده اي موقع تاني بندخل نعمل عليه حساب، يا اما بحساب مايكروسوفت او بحساب جوجل، وبيدخلنا على طول بنحط بياناتنا بس كده خلاص. نعم هتقول لكم تاني. حاضر حاضر اصبروا عليه واحده واحده تاني يا استاذه معلش. انا ما عنديش مشكله اعيد كذا مره مفيش مشكله خالص. اه ماشي معلش من تاني يعني. طيب كلنا من اول ما دخلت على الفليب تاني، من اول ما دخلت على الفليب معلش. طيب اهو
شوفي احنا بنصبر معاهم عشان هم يعني اول مرة في ناس تتعرف عليها، لان كانت اكبر نسبة حوالي 67% يعني منهم. اهو شوفوا من البداية خالص هتقول لكم حضراتكم، ركزوا بس معاها شوية يعني، وحتى لو تاخد صورة للشاشة وبعدين تبقى تطبق بقى. اتفضل. طيب انا دلوقتي كتبت flip.com اهو، تمام. اخترنا اول لينك اهو، هنضغط عليه وندخل. كلنا تمام هنا، دخلنا كده. نعم. طب لو دخلنا لغاية المكان ده نكتب واحد على الدردشة يا جماعة. طيب لسه، ايوه حد كتب. اوكي أنا عايزة واحد بس كده. اهو كاتبين، كاتبين واحد. اوكي واحد جت كتيرة. طيب خلاص اتفضلي يا استاذ. تمام، لو حد لسه متأخر يعني يقول مفيش مشكلة. لا احنا ماشيين اهو، واحنا اول خطوتين بسيطة يعني. تمام. بعد كده حسب اللي. طالما وصلنا لدي، هنبتدي. طالما حد بيدخل لأول مرة خالص هيعمل ايه؟ هيعمل ساين اب فور فري، اللي هي الاختيار ده. فلو حد داخل من قبل كده هيعمل لوج ان عادي، وهو اوريدي هيبقى الموقع حافظه وحافظ الميل بتاعه، هيدخله عادي. لكن للناس اللي اول مره خالص هندخل من هنا، هنعمل ساين اب فور فري، هنضغط عليها. هتظهر لنا واجهه البرنامج دي. تمام كده، انا مستنياكم عشان كلنا نبقى مع بعض. بعد كده هشوف الصورة اللي في اعلى اليمين دي، صورة الايموجي دي، هضغط عليها. لما اضغط عليها هختار تالت اختيار اللي هو ايه؟ السيتنج، الضبط. انا دلوقتي فتحت الايموجي، دوست عليه واخترت تالت اختيار سيتنج. تعالي الصفحه دي، الصفحه دي بتاعت ايه؟ الاعدادات. ليهم مجرد ان احنا يا بنزيد معلومات يا اما بنعدل معلومات لو احنا عاوزين. جميل. بنظبط اعدادات البروفايل بتاعنا. اول حاجه عندنا هنا بيقول لنا الفيرست نيم، يعني اسمك الاولاني. انا مثلا كاتبه ياسمين محمد. الاسم الاخير هنكتب اسمها الاخير. الديسبلاي نيم، الاسم الظاهر للناس اللي هو لما حد هيدخل عندك هيشوفه. هنا عندي الاورجانيزيشن نيم، عايزين نكتبها او لا مفيش مشكله. ممكن نكتب ناس تكتب وزاره التربيه والتعليم، او ناس تكتب اسم المدرسه عادي مفيش مشكله خالص. بعد كده الكوميونتي، يعني المجتمع اللي انت عايز تتعامل معاه، اللي انت بتهتم بيه، اللي شغلك داير فيه. المجتمع ده هيكون ايه؟ لو فتحنا السهم اللي هنا ده هنلاقي اختيارات كتير. هنلاقي مثلا التعليم زي ما انا مختاره كده، مثلا الابتدائي من سن 5 ل 10 سنوات. اللي بعدها مثلا هنلاقي family and friends، العائله والاصدقاء. لو انت عامل مثلا جروبز هتعامل مع اصدقائك وعائلتك فقط. لا. ناس تانية هيعملوا التعليم بالنسبه للهاي سكول اللي هو من سن 14 ل 18 سنه، لو انت تتعامل مع متعلمين يعني اكبر سنا. اللايبرري، المكتبه، اللي هي كل الحاجات اللي الناس بتنزلها واحنا عايزين بقى ايه نشوفها ونشوفهم منزلين ايه. هنا الميدل اللي هو السن الاعدادي اللي هو من 11 ل 13. وعندنا اختيارات كثيره جدا جدا اهي، حتى قبل سن المدرسه اللي هو من سن 3 4 سنين، ولو حاجه تكنولوجي، ولو سن الكيجي، لو سن الجامعة، كل ده موجود عندنا. كل واحد هيختار حسب اللي هو ايه عايزة المناسب ليه هو. ده كده بالنسبة لإيه كوميونتي الجزء ده. لحد هنا كده تمام؟ تمام. طيب اللي في وشها هنا هلاقي عندي subject، يعني المادة.
انا مثلا بالنسبه لي انا تخصصي مثلا عربي، ممكن حد تاني يقول لا انا هختار اول، انا عايز اعرف حاجات وادخل جروبز عن كل حاجه وناس تبعت لي عن كل المواد، عايز اختار اول. واحد تاني يقول لا انا هختار تخصصي بس. فكل واحد هيفتح السهم ده ويختار الحاجه اللي هو عاوزها. هنمر كده بالسهم هنلاقي ايه اختيارات كتيره جدا، هندسه واتصالات ورسم واكاديمي وهاي سكول وماث، حاجات كتيرة جدا، تاريخ. الخطوة اللي بعدها الكانتري، البلد بتاعتك. انا طبعا من مصر فانا اخترت ايجيبت. انت برضو لما تفتح السهم هتلاقي عندك كل البلدين ظهرت هنا، حضرتك هتختار البلد المناسبة لي. التايم زون، التايم زون بتاعي كايرو، برضو حضرتك هتفتحوا السهم وتختاروا التايم زون بتاعكم من هنا. هنطلع او ننزل بالسهم ونختار ايه اللي احنا عايزينه. لو احنا عدلنا معلومه زياده عن اللي احنا كنا عاملينها قبل كده هنعمل ابديت للبروفايل، لكن لو كله تمام خلاص انا مش هعدل، لان انا ما عدلتش مثلا اي حاجه كده. الجزء الاولاني خلاص. الجزء اللي وراه بيتكلم عن الايميل. هو كاتب لي هنا الكارنت ايميل ادرس بتاعك اهو، هو كاتب لي الايميل اللي انا دخلت بيه. طبعا ده مش ايميل، انا عامله بس ايميل عشان اشرح لكم عليه. هنا بيقول لي ده كارنت باسورد اللي انت مدخليه، وده لو انت عايزه تعملي نيو ايميل ادرس. لو انت عايزه تغيري الايميل هندوس على تشينج ايميل واعمل الايميل الجديد لو انا حابه اغير الايميل. طب لو انا مش حابه خلاص اسيبه زي ما هو. بس انا بشرح لحضراتكم الاعدادات عشان عايزين تتعاملوا بعد كده تغيروا ايميل او اي حاجه. الجزء اللي بعده بيتكلم عن الباسورد. دي الكارنت باسورد بتاعتي اللي انا حاليا موجوده معايا، انا دخلت بيها، دي الباسورد المتسجله. لو انا برضو عايزه اغيرها هعمل تشينج باسورد، وان انا اكتب باسورد ايه جديده هنا، وهيطلب مني ان انا اكررها مرتين وخلاص هيحفظه لي. جميل. طيب واحد عنده اي مشكله في الاكونت وقرر ان هو يحذفه خالص، مش عاوزه، عايز يعمل اكونت جديد اصلا، فهيدوس على ديليت اكونت. احنا طبعا عايزين الاكونت بتاعنا فاحنا مش هندوس على ديليت كده. خلاص احنا عملنا كل البيانات اللي مطلوبه مننا في المرحله دي كلنا، خلاص كده خلصنا بياناتنا. نعم. جميل. حد عنده اي مشكلة في الصفحة دي؟ طيب لا، بيقولوا خلاص تمام. تمام. طيب انا هعمل باك من هنا، هبتدي اشوف بقى هنا عندي اول حاجة الكاميرا. الكاميرا انا هتعامل معاها ازاي؟ اول حاجه هدوس هنا. طبعا مايكروسوفت فليب من اجمل المواقع اللي ممكن نلاقي فيها كاميرا جميله جدا، بتساعد المعلمين او التلاميذ على الابداع، وفيها ادوات كتير ممكن انا استخدمها، وان انا اسجل فيديوهات كتير او اسجل صوتي بس على بوستر او صوره ببعته للتلاميذ. هشوف هنا معايا لما دست على الكاميرا طلع لي هنا دلوقتي الكاميرا عندي اهي شغاله مفتوحه. نعم واضحه دلوقتي. تمام كلنا شايفينها كده؟ اه واضحين، صورتك واضحه. تمام. فاحنا دلوقتي هدوس هنا كده هنشوف بقى الخلفيات اللي عندنا الرائعة اللي بيوفرها لنا مايكروسوفت فليب. مثلا لو انا اخترت الخلفية دي مثلا كده، هشوف كده هلاقي الخلفية قد ايه رائعة والوانها مبهجة.
فانا ممكن اسجل فيديو لطلابي من خلال مثلا الخلفيه دي، ممكن اعمل اوديو صوت فقط او ممكن اعمل فيديو. تمام. لو انا مثلا حبيت ان انا ادوس هنا اغير الخلفيه، مثلا اختار دي تمام كده، واضحه بالنسبه لكم؟ نعم. تمام. لو انا دوست هنا، انا مختار اهو فيديو، لو انا دوست هنا يلا نجرب مع بعض ايه اللي هيحصل. هيعد لي من 3 ل 1. انا دلوقتي هبتدي اسجل فيديو طلابي. السلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه؟ ثانيه واحده. لو انا دوست هنا هقول مثلا السلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه؟ هناخد بالنا ان هنا العداد اهو اشتغل، معنى كده ان الفيديو بيتسجل. ايا كان بقى الفيديو اللي انا عايزه اقوله لهم، هعمل لهم استبيان على حاجه او بشرح لهم درس او بسالهم اسئله هم هيجاوبوا عليها، انا مثلا كده سجلت خلاص، هاجي ادوس هنا على نفسه نفس الدايره دي، خلاص هو كده وقف. فبكده انا سجلت ايه؟ فيديو لطلابي. لو انا عايزه اتراجع عنه هدوس هنا ري تيك، لو انا عايزه استمر هدوس على نيكست. نعم. انا بسمع الفيديو اللي انا سجلته اهو شغال، كل الكلام انا قلته اثناء الفيديو هو ايه؟ سجل. طيب انا خلاص عايزه احتفظ بالفيديو ده، هعمل نيكست اهو، هيقول لي حط لي كابشن او تعليق او عنوان للفيديو ده بيتكلم عن ايه. مثلا نفترض مثلا ان انا عامله فيديو عن القراءه، مثلا حط كده عنوان لي، لو عايزه اضيف اي لينك او اي حاجه تمام مفيش مشكله. هنا هيقول لي لو عايز تعدل الفيديو هدوس هنا. طب لو انا خلاص الفيديو تمام وعجبني ومفيش اي تعديل عايز اسيبه، هقول له سيف تو ماي بروفايل. كده هلاقي الفيديو ده بيبتدي ينزل عندي في الفيديوز بتاعتي في فليب، زي ما حضراتكم شايفين كده بيبتدي يتحمل. Your video is ready to share. هو دلوقتي الفيديو بتاعك نزل وجاهز ان هو يتشير وتبعته لايه؟ للتلاميذ بتوعك او اصدقائك او المعلمين. طيب هدوس هنا على السهم اللي فوق ده بيقول لي شير الفيديو. تمام. ممكن احمله، ممكن احطه في جوجل كلاس روم لو انا عامله كلاس على جوجل كلاس روم، لو عايزه اضمن الروبوت، لو عايزه ابعته في تيمز للاولاد، لو عايزه احطه في التحيه، لو عايزه ابعته في تويتر اهو. هنا اللينك بتاعي معايا اهو، كوبي لينك، قال لي هو كوبيد يعني خلاص اتنسخ، عايزه احطه في واتساب، عايزه احطه على ماسنجر، انا كده تمام معايا اللينك بتاع الفيديو، مجرد ما ابعته للاولاد هيدخلوا عليه. في طريقه ثانيه ان انا ادوس هنا هينزل لي الكيو ار بتاع الفيديو. لو الاولاد بس حطوا الموبايل بتاعهم ومسحوا الكود ده هيقدروا ان هم يدخلوا على الفيديو ويشوفوه. فممكن ان انا ابعت لهم الفيديو عن طريق كيو ار او عن طريق ايه؟ او عن طريق اللينك. تمام. طيب يبقى احنا كده عملنا اول فيديو. انا هعمل باك تاني عشان اكمل بقيه الادوات الجميله اللي عندنا. هدوس على كاميرا. انا دلوقتي عدت الخطوه تاني اللي عملتها قبل كده، ان انا دوست على كلمه ايه؟ كاميرا، بس كده ما عملتش اي حاجه تانيه. طيب هنشوف هنا بيقول لي ممكن انت تضيف صوره، هدوس كده على اول واحده اللي هي فوتو، اول واحده من تحت لو دوسنا عليها كده بيقول لي حط صوره عندك. طيب
بص معايا كده، لو انا مثلا دوست هنا عشان عايزه اجيب صوره، هو بيحمل اهو. هو طبعا هنا بيفتح لي كل الحاجات اللي عندي على الجهاز، وانا هبتدي اشوف مثلا انا حاطه الصور بتاعتي فين، في انهي فولدر هختارها. وليكن مثلا ان انا عايزه اختار مثلا الصوره دي، نفترض عايزه اشير الصوره دي للاطفال او مجموعه من المتعلمين، اهي نزلت قدامي عايزه اتحكم فيها لو انا عايزه احركها. طبعا بستنى لما هي الاربع اسهم دول طلعوا، اهو ممكن انا احركها عادي في اربع اتجاهات. كمان هنا ممكن اسحبها اهو، قريب جدا من سحب الصوره في الباوربوينت، نفس الطريقه يعني. طب لو انا بعد ما نزلت الصوره دي عايزه احذفها، هلاقي تحت خالص كده تحت الصوره علامه الريسايكل هيفن، فانا ممكن ادوس عليها وان انا احذفها لو انا ايه تراجعت ومش عاوزاها لاي سبب. طيب انا عايزه اسجل مثلا صوت والصوره دي قدام انا مثلا في صوره معينه، مثلا جهاز من اجهزه الجسم وانا عايزه اسجل لهم اوريهم الصوره واسجل لهم صوت عليه، هختار اوديو. اي الصوره ظاهره عندهم، انا بس صورتي اللي اختفت، ان انا دلوقتي مش عايزه اظهر صورتي، انا عايزه اظهر لهم الصوره اللي انا اخترتها اللي هشرح عليها. وابتدي ادوس هنا هلاقي برضو ان هو هيبتدي يعد اهو كده، هو بيبتدي يسجل الصوت اللي انا بتكلمه دلوقتي، سواء بقى كان شرح او اي حاجه. انا بعيد تاني عشان بس شكل النت فيه مشكله. مثلا انا دلوقتي سجلت الصوت دوت وعايزه اشوف التلاميذ، اسالهم مثلا ايه رايكم في ده او فهمتوا ايه منه او اي سؤال من خلال الصوره دي. هدوس كده تاني في النص عشان يوقف تسجيل، او التسجيل وقف. نفس الكلام لو انا عايزه اعيده هدوس هنا ريتي، لو عايزه اكمل عادي هدوس على نيكست. هيبتدي ينزل لي اهو الصوره، الصوت بتاعي انا سجلته تمام. انا مثلا عايزه انزله اهو، هعمل نيكست مثلا، هقول لهم ده ستبيين او اي حاجه حسب الحاجه انا طالبوها، وهدوس سيف تو ماي بروفايل. هو دلوقتي بينزل اهو، خلاص تمام. بنفس الطريقة هو كده نزل. برضو ممكن اعمل اهو كرييت لينك، انا عايزة لينك لايه، للفيديو اللي انا عملته ده عشان ابعته للطلاب اهو. خلاص بيقولي اتنسخ، لو انا نسخته في اي مكان واتساب ماسنجر او اي حاجة من دول خلاص كده هو معايا. او برضو طريقة الكيو ار كود اللي انا قلتها لكم في الفيديو الاولاني نفس الكلام. طيب بيقول لي اهو ارجع للبروفايل بتاعك. يلا نرجع كده نشوف حصل ايه، سواء الفيديو الاولاني هو اللي انا سجلته او الفيديو اللي انا بشرح عليه الصوره، الاثنين موجودين عندي في في الفيديوهات، نزلوا لي اهو ان انا خلاص عندي الفيديوهات دي تمام كده. طب لو انا عايز اضيف فيديو كمان بقى عادي، هاجي هنا برضو في ماي فيديو ادوس على علامه البلس دي، هيفتح لي برضو ان انا اسجل فيديو او اعمل صوتي براحتي مفيش مشكله. انزل لهم صوره اي حاجه متاحه معايا. هبص كده معايا لو انا مثلا اخترت مثلا دي بورد، بيقول لي اختار شكل البورد بتاعك، انت عايز انهي بورد. مثلا لو انا اخترت دي اهي، انا اخترت مثلا دي خلاص اتطبقت اهي.
مثلا لو انا عايز اكتب للاطفال اي حاجه على البورد دي اقدر ان انا استخدمها، وممكن اغيرها طبعا باشكال تانية. انا عندي اشكال كثيره جدا ممكن ان انا اشوفها. هنا فلاتر زي الفلاتر اللي احنا بنستخدمها في السناب شوت او كده، بيقول لي كل ما انت هتدوس على واحده هيغير لي لون الشاشه اللي قدامي. نشوف مثلا اهو انا اخترت دي، كل ما هختار واحده هلاقي يديني لون مختلف. كل واحد طبعا بيختار الفلتر اللي هو عاوزه، او ما يختارش فلتر اصلا براحته مفيش اي مشكله. احنا دلوقتي عرفنا ازاي نعمل فيديو احنا سجلناه، وعرفنا ازاي نعمله من خلال صوره، عرفنا ننزل الصوره من هنا ازاي، وعرفنا هنا ان احنا ننزل بورد، عرفنا هنا ان احنا نعمل فلتر للصوره. هنا بيقول لي بقى جيفت، لو انا عايز بقى اعمل جيفت هيفتح لي اشكال كتير قوي اهو. هننزل طبعا احنا بالسهم، ونخلع مثلا انا اولادي جاوبوا كويس قوي مبسوطين منهم، فانا عايزه اعمل لهم حاجه تشجيعيه، اخترت لهم مثلا دي. اهي النت شكله ضعيف. اهو ظهر، هي بس النت ضعيف شويه. احنا في مصر فالنت عندنا رائع جدا يعني. بس انا اكافئ اولادي فهنزل لهم مثلا صور زي دي، او اكافئهم باي حاجه تشجيعيه لو انا عملت كده. بالطريقه دي انا ممكن استعمل الجيفت. بعد كده اللي فوقيها دي ستيكرز، تعال نشوف فيها ايه. عندي كاتيجوريز كتير جدا، بصوا معايا كده فئات كتير. كل ما هدوس على واحده هيظهر لي اشكال كتيره جدا، حضرتك تقدروا تختاروا منها كل اللي انتوا عاوزينه. هتكلم عليه طبعا، دي حاجات جميله جدا بالنسبه للاطفال بالذات في السن الصغير اللي هو سن ابتدائي، بيفرحوا جدا بالحاجات دي، بتبقى حاجات تشجيعيه ليهم. وطبعا لما يجي يسجل فيديو ممكن يستخدم الحاجات دي، تلاقيه بقى مبسوط جدا وهو بيختار الستيكرز دي. كل ما هندوس على حاجه هيطلع لنا اشكال مختلفه، وما شاء الله حاجات كتيره جدا. طبعا كل ما ننزل بالسهم لتحت هيطلع لنا اشكال تانية. فحضرتك طبعا تختاروا اللي تحبوه منها. مثلا لو اخترنا النبات ده، كده بيحمل طبعا. اهو نفس الكلام زي ما اتعاملت مع الصوره، ممكن اتعامل مع الستيكرز او مع الجيفت، كله نفس الطريقه، ان انا بقدر اكبرها او احركها زي ما انا عاوزها، مفيش مشكله. من خلال الاسهم انقل مكانها واديها مكان تاني. مثلا اهو عادي جدا اختار اكتر من واحده، عادي ممكن اختار واحده واكتب جنبها حاجه برضو، عادي جدا مفيش اي مشكله. طب انا خلاص حسيت مثلا لا انا مش عايزه كل دول، عايزه احذف، هدوس تحت اهو
حذفتها لي عادي. الموضوع سهل جدا. هنا لو انا عايزه اعمل رسم يقول لي اختار اللي انت اللون اللي انت عاوزه ايه. مثلا لو انا اخترت اللون ده مثلا اهو عايزه ارسم له مثلا هورت مثلا. نختار تاني تحميل النت رائع جدا. على مهلك خالص. بيأخر حاجة جدا في الظهور. نعم. طيب خلينا نشوف التكست. لو احنا عايزين نكتب نص هدوس هنا على حرف الـ A واختار أي حاجة بقى شكل الخط اللي أنت محتاج تكتب بيه. مثلا هختار كلاسيك كده هيظهر لي هنا. مثلا هختار الكالر ده اهو. المربع اللي ظهر ده مربع الكتابة بالنسبة لنا عشان ابتدي اكتب فيه اهو. بدوس عليه كده بيقول لي اختار اللون اللي عايز تكتب بيه ايه. هنبتدي نختار اهو والخط مثلا نغير اهو. تمام. وبرده عشان اكتب ممكن ان انا اختار اشكال كتير او الوان كتير زي ما حضراتكم شايفين كده. ممكن انقله او اكبر الخط. لو انا عايزه هنا اكبر المساحه اللي انا هكتب فيها اهي. دي مثلا اكتب اهو اللي انا عاوزاه. مثلا هكتب هنا هلو مثلا اهي. انا اخترت طبعا نوع الخط ده. ممكن حضراتكم تختاروا اي خط حضراتكم تحبوه. يبقى انا دلوقتي عرفت ان هنا عندي صوره ممكن استخدمها وهنا البورد. هنا عندي الفلاتر بتاعت الصوره. هنا الجيفت. هنا الستيكرز. هنا الرسم بس النت للاسف ما ساعدنيش هنا. وهنا لو عايزه اكتب التكست كل الحاجات دي ممكن انا استخدمها واعمل فيديو واسجل عادي مفيش اي مشكله. يبقى انا دلوقتي عرفت ازاي انشئ فيديو او احط صوره ويبقى صوتي بس هو ايه اللي موجود او احط لهم صوره واتكلم عليها. وعرفنا ان احنا نستخدم كل الادوات دي. في حد عنده اي مشكله في الجزء ده؟ اه جميل جدا حضرتك يعني ماشيه بالراحه واحده واحده. بيصفقوا لحضرتك محمد. لو حد عايز يعيد مش مشكله. لو في حاجه ممكن تعيدها خبرونا. لا بيسقفوا لحضرتك بيقول لك تمام. طيب الحمد لله. نشوف بقى الايه. عايزه اقول كمان بالنسبه للسهم ده لو انا عايزه بقى انا عندي مثلا فيديو على الجهاز نفسه وانا عايزه انزله يعني مش انا اللي هسجله دلوقتي لا هو اصلا عندي وانا عايزه انزله لهم هنا. فانا هدوس هنا ابلود كليب. هدوس كده مثلا لو نفترض ان انا هاخد الفيديو ده اهو اخترته
هلاقي الفيديو اهو بيشتغل زي الاوراد المحفوفه. هو هيسالك عايز تحط في مكان معين او كده، او تعمل اي كابشن للفيديو. مثلا انا قررت ان انا عايزه انزل اوريدي الفيديو ده برضو نفس الطريقه اللي احنا اتبعناها قبل كده، هعمل نيكست، هيطلب مني مثلا هنا ده فيديو مثلا عن القيم، انا هو ده الفيديو ده عن قيمه الصدق، ممكن استخدمه انزله للاولاد ومثلا اقول لهم هي مين هيحكي لي موقف مثلا استخدم فيه قيمه الصدق قبل كده، طيب مين يعرف حديث عن قيمة الصدق، ممكن كل ده اسجلهم في الفيديو او احط لهم في الكابشن على الفيديو التعليقات دي اللي عليه، اكتب لهم مثلا اذكر حديث بيدل على الصدق، اذكر ايه مثلا ايه مثلا شريفه تدل على الصدق او ايه قرانيه، إيه ممكن اكتب مثلا اكتب معلومه عن الصدق، اكتب حكمه، إيه اعمل مثلا قصه عن الصدق في فيديو، ويبتدي هو ينزله لي على جروب انا عاملاه برضه في فليب. دلوقتي هوريكم ازاي تعملوا الجروبز. طبعا كل دي افكار، واكيد حضراتكم طبعا افضل مني كتير، ممكن تجيبوا افكار احسن من كده بيما. ممكن اسجل فيديو ويبقى السي في مثلا عن الحصه اللي عملتها، اقول لهم ايه رايكم مثلا في الحصه اللي عملتها، ايه الايجابيات وايه السلبيات، او مثلا هنطلع رحله مثلا تقولوا ايه المكان اللي انتوا كل واحد عايز يختار مكان ايه، فكل واحد هيسجل لي فيديو مثلا ويقول لي ايه المكان اللي هو عاوز يروحه. طبعا الفيديوز دي بالتأثيرات اللي احنا بنستخدمها دي بالالوان والخلفيات وكده تبقى حاجه ممتعه جدا بالنسبه للتلاميذ، ان كل واحد هيختار اللون اللي هو عاوزه والخلفيه، ويختار هيكتب ايه في الفيديو، هيقول ايه، هيحط مثلا صور ايه حواليه، وطبعا كل الحاجات دي التلاميذ بيستمتعوا بيها جدا. دلوقتي الفيديو ده بيحمل، انا دلوقتي بعمل ابلود لفيديو اصلا على الجهاز عندي، مش انا اللي مسجلاه دلوقتي، عملته منين؟ من السهم اللي كان في اقصى اليمين هنا. طبعا من اهم المهارات كمان المهنه والحياه اللي بتنادي بيها مايكروسوفت وبتنادي بيها مهارات القرن 21، ان الانسان يبقى عنده مرونه وتكيف، ان الطالب لو راح اي بيئه تعليميه او حتى لما كبر وتعين مثلا في وظيفه يقدر يتعامل فيها بكفاءه في اي مكان هو هيروح فيه، ويقدر يكون عنده تفاعل اجتماعي، ويكون كمان مسؤول مثلا عن عمل معين، يقدر ان هو يتحمل مسؤوليته ويقدر ان هو يقوم بالعمل ده على اكمل وجه. كل الحاجات دي اللي احنا بنقولها بنساعد بيها كمان الطلاب اللي هم عندهم خجل اجتماعي بالدرجه الاولى. في اولاد كتير مثلا في الفصل مش قادرين، ممكن يبقى عارف المعلومه بس مش قادر ان هو يقوم يجاوب عشان هو مثلا مكسوف من زمايله او عنده خجل اجتماعي، فاحنا مثلا نديله السلمه الاولى اللي هو يطلعها ان هو ممكن يعمل فيديو مثلا على فليب ما يطلعش بصورته بس، هو يحط مثلا ستيكر ولا يحط اي صوره كده وخلاص ويطلع بصوته بس، فمبدئيا بس كده يعني ياخد ثقه في نفسه ويتشجع ان هو يبقى عنده روح المبادره والمشاركه ويقوم باي عمل كويس، وان هو يوصل صوته ويتفاعل زي بقيه اصدقائه في الفصل. بعد ما يعمل مثلا مره واثنين وثلاثه الفيديو ده هيبتدي بعد كده نلاقيه ما شاء الله يتحسن خالص، وبقى عنده قدره على التعاون وروح مبادره، ويبتدي بعد كده مثلا المره الجايه بقى يعمل مثلا الفيديو في صورته بيتكلم قدامنا عادي، ففعلا نبقى كلنا مستغربين ايه ده الولد ده اصلا ما كانش بيتكلم خالص، ايه اللي حصل؟ لا ده بجد يعني فليك ده بيطور منهم كتير وبيخليهم اصلا يحسوا ان التعلم ده اصبح متعه، وان احنا لا ده احنا مش تبع الدراسه، ده احنا بنعمل حاجه يعني كده فاني ان احنا بنرفه بيها عن نفسنا، مش ان احنا يعني حاجه اساسيه بقى والميس طالبها مننا او المستر بتاعنا طالبها مننا وبيغلسوا علينا واحنا متضايقين ان احنا نعملها، لا ده بقى خلاص امتى بقى هتدينا يا تيتشر بقى حاجه نعملها بفليب، وامتى هننزل فيديو، وامتى هنبعت لك الفيديوهات. فطبعا اصبح التعلم متعه كبيره جدا بالنسبه للاطفال،
وبقى في افكار كتير ان هم يستخدموها بدل ان احنا نقعد نتعامل بطرق التعلم التقليديه. وطبعا يا ريت كلنا نهتم بالاطفال يعني اللي عندهم مشكله، مش على طول مثلا الانسان بيقعد يهتم على طول بالطفل مثلا الشاطر اللي عنده مهارات كتير المبدع اللي بيتفاعل. طيب انا برضه ههتم بيه يعني مش هسيبه، بس برضه ان انا لازم اركز قوي مع الطفل التاني اللي هو اصلا ما عندوش فيه التفاعل وعنده مشكله وعنده يعني ضعف في الجانب الاجتماعي وضعف في التواصل الاجتماعي، وممكن محتاج ان هو يتعلم بطريقه مختلفه، وان انا اهتم بحواسه ان انا اديله حاجات كتير، حاجه يسمعها وحاجه يشوفها وحاجه بتتحرك قدامه، حاجه تجذب انتباهه. فهو فعلا محتاج ان انا يعني اهتم بيه اكتر من الطفل اللي هو اصلا اوريدي عارف وعارف يتفاعل وعارف يتكلم وعنده مهارات وعارف يستخدم ازاي قدراته. فعشان كده مايكروسوفت بتقول لازم ان احنا نهتم بكل طالب. فعلا دي حقيقه، لازم نهتم بكل طالب، مش بس اهتم بالشاطر اللي هو عنده مهارات، لا والتاني كمان ما عندهوش، لازم ابص على اي جانب فيه كويس اقدر ان انا اشتغل عليه وانميه عشان اعرف اجيب باقي الجوانب المفقوده عنده. وهي دي وظيفه طبعا المعلم بالدرجه الاولى، ان هو يقدر يوفر كل حاجه الطالب محتاجها ويقدر يتعامل مع احتياجات الطلاب المختلفه سواء كانت بصريه او حسيه او اي طالب عنده مشكله. تسلمي. احنا مستنيين طبعا الفيديو يحمل بالنت بتاعنا ببطء سرعته. هو على وشك الحمد لله. حد بيقول لحضرتك نسيت الباسورد تعمل ايه؟ عايزه ايه؟ معلش تاني؟ نسيت الباسورد بتاعها بتاع الدخول بتاع الفليب. هتكتب الايميل وهتكتب الايميل وهيطلع تحت ان هي نسيت الباسورد، هتدوس على كلمه ان هي نسيت الباسورد هيبعت لها على الايميل بتاعها كود هتدخل بيه. جميل. تاني حضرتكم اللي كتب اكتر مره على الباسورد، اول ما تكتب بتقولي له فورجت، يعني انا نسيت الباسورد. بعد كده بتفعلي باسورد جديد اللي هو من خلال الايميل اللي بيرسله لحضرتك. اهلا وسهلا. بيقول لحضرتك تمام، اسئله جميله، اسلوب جميل. اوكي نعم، ربنا يكرمك. شكرا ليكم، انا مبسوطه جدا وانا معاكم النهارده، واتمنى ان انتم تستفيدوا مني. هنا عندنا فيديو خلاص اتحمل الحمد لله. هنبتدي ناخد برضو اللينك بتاعه لو انا عايزه ابعته برضو بنفس الطريقه للاولاد بتوعي في اي حاجه من دول او اي مكان حتى بره. خلاص انا كده معايا اللينك او بالكيو ار برضو نفس النظام زي ما عملنا قبل كده. انا هقول لهم نزلوه برضو في البروفايل بتاعي، جو تو ماي بروفايل، عشان برضو ينزل في الفيديوز بتاعتي هنا اي وقت عايزاه او ابعته لاي تلميذ يبقى متوفر عندي اهو. كده كل الفيديوهات اللي انا عملتها هي موجوده. بعد كده عندنا علامه البلس دي بيقول لنا لو دوسنا عليها كده كلنا شايفينها مكتوب جنبها كلمه جروب. انا عايزه دلوقتي انشئ جروب، انا عملت فيديوهات عايزه بقى انشئ جروب. نعم. اول ما ادوس على علامه البلس هيطلع لي خيارين. اول خيار عندي كرييت ا جروب، يعني انا ما عنديش اصلا جروب لسه هنشئ جروب لاول مره، هعمل الجروب من الاول ما عنديش اصلا. طيب لو انت اصلا بقى عندك جروب حد بعت لك الكيو ار بتاعه او اللينك يبقى هختار ايه؟ جوين ا جروب. طب لما ادوس على جوين اشوف كده هيديني ايه؟ اهو هيقول لي لو انت عايز تنضم للجروب طيب حط بقى الكيو ار او انتر يور جوين كود. دخل ايه؟ انت طبعا اللي هيبقى باعت لك الجروب دوت هيبقى باعت لك الكود بتاعه، حضرتك هتدخله هنا. اول ما هتدخله المستضيف ده هيتفعل هيبقى لونه فوشيا، هتبتدي تدوس عليه ليتس جو هيدخلك على طول الجروب ايه اللي المستر بعته للطلاب. ده لو انا عايز انضم. طب لو انا بقى نفس الجروب هدوس بلس، هختار الخيار الاولاني مش الثاني كرييت ا جروب، هدوس عليها.
بيقول لي هنا كرييت جروب. الجروب دوت زي بالظبط الفصل. طيب اول حاجه هو بيقول لي الجروب اللي انت عايز تعمله ده يا ترى هل المرحله الابتدائيه ولا اعدادي ولا الثانوي ولا للجامعه؟ مديني ايه اختيار كتير عايزني ان انا اختار منها، فانا هختار الليتري. واحد تاني هيقول لي لا انا هعمل جروب يدخله اي حد، هحط فيه كل الناس على بعض، فانا مش هختار المرحله الابتدائيه مثلا ولا الاعدادي اللي انا فيها، لا ده انا هختار اول ايجز كله، كل الاعمار. انت حر، كل واحد براحته يختار اللي هو عاوزه. ايا كان الخيار اللي انت هتختاره هتكتب في الاخر نيكست، هتدوس عليه. اول حاجه واول خطوه بيطلبها مني، اول حاجه انشئ اسم للجروب. الجروب ده هيبقى اسمه ايه؟ مثلا واحد هيقول ده انا بدي سنه رابعه، فعايز مثلا اعمل جروب احط فيه تلاميذ الصف الرابع، فمثلا هيكتب كده، هيقف بالماوس ويكتب الصف الرابع. تقدروا تختاروا الاسم اللي يعجبكم براحتكم خالص، مفيش مشكله. طيب هو جايب لي دي كده افتراضي الشكل ده، طب انا مش عاجبني الشكل اللي انت مختاره لي ده، هو انا ينفع اغيره؟ اه للتلاميذ دي هتذاكر وهيبقى جروب دراسي، ممكن انا اختار لهم الشكل ده. خلاص اخترته. طب في اشكال تانية كتير؟ اه ده في اشكال كتيرة جدا. حضرتك هتدوس بالماوس كليك على اي شكل تختاره. هما دول بس كده الاختيارات؟ لا ده في اختيارات تانية. لو انا دوست مثلا هنا عرفت دي هيطلع لي اشكال اهي تانية مختلفة زي ما حضراتكم شايفين. هنا نيتشر الطبيعة اهي، برضو هنلاقي صور رائعة. قد ايه الأطفال هيفرحوا طبعا بالصور الجميلة دي، هيبقوا متفاعلين معانا بيها. لو أنا عايزة أختار صور عن أشخاص مثلا أحطها كده كفر للجروب ده اهي. عندي حاجات كتير ممكن ان انا اختار منها، مثلا خلاص انا عاجبني ده وموافقه عليه، هو ده مناسب بطلابي وسنهم، تمام خلاص كده مش هغيره. اه يلا هعمل كرييت، هدوس تحت على المستطيل المكتوب عليه كرييت، يعني يلا اعمل لي الجروب اللي انا اخترته ده. تمام انا دلوقتي بظبط لك كل الاعدادات اللي انت عملتها. هنشوف هنا مكتوب اهو الصف الرابع، ده العنوان اللي انا اخترته للجروب. وهلاقي هنا حاجه مهمه قوي قوي، لو وقفت على المستطيل الصغير ده هلاقي مكتوب كوبي. الكوبي ده عشان اعمل ايه؟ انسخ الارقام دي، عشان هي دي كود لو حد هيدخل عن طريق الكود هديله الارقام دي هيدخل بيها. هي دي طلبها مننا في الاول لما قلت لكم لو عايزين تنضموا لجروب هيطلب منك تنسخ الكود. طيب لو انا دلوقتي عملت مثلا جروب وعايزه ابعته للتلاميذ بتوعي، هدوس هنا عند السهم ده على كلمه شير. لو دوست هنا كده نفس النظام بيقول لي هو انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل لينك وتبعته؟ هقول له اه ماشي. هدوس هنا اهو هينسخ لي اللينك. طيب حاجة مهمة جدا 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 كتير قوي ما بياخدوش بالهم منها، أنا عندي هنا اختيارين مهمين قوي. بيقول لي هو أنت عايز الجروب ده وتبعت اللينك ده أي حد معاه اللينك هيقدر ينضم للجروب؟ يعني أنا خدت اللينك ده بعته لأي حد هينضم، ولا ناس معينة فقط هي دي اللي محتاجة موافقتك قبل ما يدخل تقول له أه أو لأ؟ لأ أنا عايزة أي حد يدخل. لو واحد بقى عايز يعمل جروب مثلا بصفات معينة ان هو لا مش عايز اي حد بيدخل، ده عايز ناس معينه بس، يعني انا مثلا عايز الطالب فلان وفلان وفلان بس، لما هيجي لي طلب ليهم ان هم يخشوا هقول لهم ماشي اوكي دخلوهم، لكن الباقي لا مش عاوزهم، يبقى ساعتها هيختار الخيار الثاني. لكن عايز اي حد خلاص يبقى هعمل هنا النسخ، وساعتها احط ايه؟ اتكب الماوس عند الدائره الاولانيه دي عشان اخلي اي حد يقدر يدخل. فانا لو بعت دلوقتي اللينك دوت لاي حد هيقدر يدخل عادي الجروب اللي عملته. طبعا انا هبعته لكم دلوقتي عشان كلنا نخش الجروب. طيب هنا بيقول في طريقه تانية، لو انت عايز
تدخل التلاميذ بتوعك اللي انت عامل لهم فصل في جوجل كلاس روم، هل انت ينفع تدخلهم؟ اه، بس لازم تكون انت اصلا عامل على جوجل كلاس روم الفصل، مش ما تكونش عامله. فانا لو دوست هنا كده على السهم ده، هنا بيقول لي جوجل كلاس روم، هو هنا ايه ما طلعليش، لان انا لسه ده جديد ما عملتش، مش عامله حاجه. لكن لو انا كنت عامله كان هيفتح لي جوجل كلاس. انا هوريكم دلوقتي في الاخر بتاعي انا اللي انا عامله فيه، هيطلع لي خيارات التانية، هيطلع لي كل الكلاسز اللي انا اصلا عاملاها، فهختار من الصف اللي انا عاوزاه، هلاقيه طلع لي هنا على طول. او لو انا عايز احط ايه ايميل معين يدخلوا بيه، او ناس معينه هي اللي تدخل من هنا. واحد تاني يقول لا انا عايز ادخل باليوزر نيم، ادخل اولادي باليوزر نيم. بس طبعا دي طريقه متعبه جدا جدا، هتقعد بقى تكتب كل واحد اليوزر نيم بتاعه ايه. طبعا دي طريقه متعبه جدا ومجهده قوي. فالافضل ان انت خليك في الخيارين الاولانيين، او لو انت عامل كلاسز على جوجل كلاس روم ده كده افضل. انا شخصيا بستبعد الخيارين الاخرين دول لان هم متعبين جدا. كده عرفنا ازاي نعمل جروب، عرفنا ازاي ان انت خليك. طيب انا هنزل لكم دلوقتي في الشات الجروب اللي انا عملته دوت، عشان نشوف كلنا هنقدر ننضم ازاي. تمام، يلا بينا نجرب كده. كلنا عايزين بقى ندخل الجروب اللي احنا عملناه الجديد ده. نعم. انا كده عملت اكني بعمل الاولاد بالظبط، اخدت اللينك هبعته لهم بقى واتساب، هبعته لهم على جوجل كلاس روم، هبعته لهم ماسنجر، هبعته لهم تويتر، اللي انت عايزه. هي يلا مين هيدخل؟ بيقول لحضرتك يكتبوا فين؟ يكتبوا ايه؟ عايزين يعلقوا يعني. هم هيدوسوا على اللينك اللي انا كاتباه بس ده؟ نزلت لهم هيدوسوا على اللينك ده. هيدوسوا على اللينك بس؟ اللينك هيدخلهم هيعملوا من ضمن الجروب. انت عندك 6 طلاب اهو. أستاذة بدرية، أستاذة ياسمين، أستاذة ابتسام، وأستاذة ألفة، صح؟ تمام. وأمير. تمام، كلنا كده عرفنا ننضم. هي دي الطريقة اللي احنا بنلعب بيها للأولاد اللينك بتاعنا، أو هيدخلوا بالكيو آر كود زي ما احنا قلنا في الأول. تمام؟ في حد عنده مشكلة طيب في تكوين الجروب؟ إنه يكتب الاسم ويختار الكفر بتاعه، يعمل الصوت إعدادات كويس إنه أي حد يخشها. أيوه حطيت لهم الرابط تاني اهو، بس أصل حد بيقول الصوت ما يعني بينقطع يعني، بس الصوت حلو جميل. أو أنا بقول إحنا دلوقتي عملنا جروب، كتبنا اسم الجروب، أنا مثلا اللينك ده للأولاد عشان الشير، او عن طريق الكيو ار، الاثنين تمام مفيش مشكله معانا. بس اهم حاجه ان احنا نختار الاعدادات، ان احنا هل عايزينها كل ينضم، اي حد مع اللينك ينضم، ولا ناس معينه. لو انا بصيت هنا بلاقي هنا شير. طب انا لسه ما عملتش اي موضوع ان انا اشيره، الاولاد دول هيدخلوا الجروب ده هيلاقوه فاضي. انا محتاجه دلوقتي ان انا اعمل ايه؟ اعمل موضوع جوه الجروب ده.
اي جروب بيبقى بيتكلم عن موضوع معين. مثلا انا ممكن اعمل كذا موضوع جوه جروب، لو انا عملت اول موضوع مثلا عندي راح جايه كده هنا، شايفين بلس دي جنبها كلمه توبيك، اول ما اقف عليها كده بالسهم بس من غير ما ادوس هلاقي مكتوب ايه توبيك، هدوس عليها كليك. زي احنا شايفين كده بيقول لي ايه، اعمل موضوع يلا جديد، التوبيك ده لو انت عاوز حد مساعد معاك فيه، يعني انا مثلا دلوقتي الادمن المسؤوله عن الموضوع دوت، لو انت عايز تعمل مساعد بدوس عليه بختار ايه. طبعا هيبقى عندي تلاميذ جوه الجروب ده كتير، فانا هختار الاسم، او عندي معلمين كتير هختار الاسم اللي انا عايزاه او مساعد معايا في الجروب ده. هنا بختار انا عايز اكتب حاجه، اختار مثلا بولد، اختار مثلا خط المائل زي ما بنختار بالظبط في الوورد او في الباوربوينت لما نيجي نكتب. هنا مثلا عايز اكتب لهم اي حاجه، مثلا هقول لهم اهميه أستاذة ياسمين. أيوه. أنا وضعت بمناسبة يوم الصداقة العالمي، وضعت فيديو وهكذا يمكن مثلا أن نطلب من التلاميذ أن يتحدثون عن الصداقة داخل الفصل، داخل المدرسة، في العائلة وهكذا. أدري إن وصل. هنشوفه أصلا لما أفتح البروفايل بتاعي كمان شوية، الفيديو موجود عندي. يا ريت يعني ينضموا ويبتدوا يتفاعلوا على الفيديو بتاع حضرتك، يا ريت ينضموا ويبتدوا يتفاعلوا مع الفيديو، هيبقى شيء طبعا جميل جدا. هنا مثلا كتبنا اهو اهميه القراءه، نفس الكلام اللي احنا شرحناه لما جينا نعمل الفيديو. لو وقفت هنا هيقول لي ايه import image، يعني لو عايز ان انا اجيب ايه صوره، لو دوست عليها كده بيقول لي حط اي صوره انت عاوزها سواء من على الجهاز او اشدها واحطها عادي مفيش مشكله. وليكن مثلا الصوره دي اهي، طبعا بختار اي حاجه يعني عشان بس تشوفوا الفكره بتتعمل ازاي، وهقول ايه سيف. فانا كده اهو حطيت لهم صوره، ممكن بقى احط لهم صوره فيها شرح قاعده نحويه معينه، مثلا شرح جزء مثلا من اجهزه جسم الانسان، قاعده مثلا في الحساب زي ما انا عايزه بقى. لو انا طبعا عايزه اصور يبقى ما كنتش هختار بقى دي، هختار مثلا ايه الخيار الثاني دوت اللي هو الكاميرا. لو انا عايزه احط ايموجي اهو، لو انا عايزه احط مثلا لينك من اليوتيوب او اي حاجه او فيديو من هنا، لو عايزه اعمل تضمين لينك او عايز اعمل اتاتشمنت، اعمل فولدر مثلا او ملف بي دي اف، ملف باوربوينت، اي حاجه عايزه احطها للتلاميذ من هنا ممكن ان انا احطها ايه اكون على الجهاز عندي وادوس ان احملها عادي بمنتهى السهوله. انا هقول خلاص انا مثلا عايزه دولت يتحطوا في التوبيك بتاعي، الصوره دي عايزاها تنزل، يلا نشوف هتبقى عامله ازاي لما تنزل اهو. بوست توبيك انا دوست عليها، تمام. طبعا حضرتكم انتوا كنتوا تحطوا عنوان للايه للموضوع دوت هنا مثلا، ممكن تعملوا خط مائل او تجربوا الخطوط براحتكم مفيش اي مشكله. وبالطريقه دي احنا كده بننشئ ايه موضوع عندنا. تمام. طيب حد عمل الخطوه دي معايا لحد هنا؟ هي اللي عمل كده يقول لنا كده على الشات، حد عمل كده توبيك؟ في حد كاتب نعم. تمام. نكتب مثلا هنا أهمية القراءة مثلا زي ما احنا قلنا من شوية،
وهنبتدي نعمل الخطوه اللي انا قلت لكم عليها ان احنا نعمل بوست توبيك. يبقى انا حطيت العنوان بتاعه وحطيت المحتوى، هيبتدي بقى يظهر لي التوبيك اللي انا ايه عملته. طيب التوبيك اللي انا عملته ده عايز تشيره؟ اه، نفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها الفيديوهات، ان احنا هناخد نسخ للينك من هنا ونرسلها للتلاميذ باي وسيله تحبوها، مفيش مشكله. انا كده عملت توبيك جوه الجروب نفسه. طيب اهو ظهرت عندنا هنا التوبيك اللي انا عملته. لو احنا عايزين نسجل اي حاجه تانية اهو يقول لنا ممكن تسجل عادي. انا ممكن بقى ارسل للاولاد اهو هنا، عامل لي اهو بص فيو كيو ار، بيقول لي وريني اللي انت عامله ده ايه اهو. ده عايزه اشوف الحاجه اللي انا ايه عملتها. تمام كده. يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ انا دلوقتي عندي جروب عملته وعملت توبيك جواه. ممكن نعمل اكتر من توبيك عادي بنفس الطريقه زي ما قلت من علامه بلس. طيب هنشوف بقى الفيديو يا استاذه هاديه. أو بقى اثنين، واحد الصداقة وواحد المبادرة. أو ما شاء الله ممتاز أستاذة هادية، جزاك الله خيرا. لا نشيطة أهو ده الفيديو. يعني أنا بقول غبطة مش حسد يعني. عاوزين ندي الحصه لان الجماعه يعني ايه يعني مندمجين معانا خالص يعني ما شاء الله. هيك كل انواع الاصدقاء في اللغه العربيه، يعني كل المسميات كل الانواع. ما شاء الله. كل سنة وإن شاء الله يا ربي إحنا أصدقاء وأصدقاء المبادرة، ويا رب ننجحوا مع بعضنا ونتوافقوا إن شاء الله دوما بإذن الله تعالى. اللهم أمين يا رب. جزاك الله خيرا أستاذة هادية. أو أنا خرجت التيك توك عن مسار العالم. لا رائع ما شاء الله، رائع رائع. طبعا الفيديو مثلا ده وأخدناه وبعتناه لأي حد عشان يتفاعل معايا، ممكن يعمل كمان كومنت هنا عليه. مثلا أنا أهو هتفاعل، مثلا هكتب أهو رائع. ممكن أي حد معاه اللينك يقدر يتفاعل كده زي ما أنا عملت وهدوس أهو سند. نفس الطريقة برضو التلاميذ ممكن إيه يعلقوا على الفيديوز اللي إحنا بنعملها كده نفس الطريقة. وناخد بالنا إن الأستاذة مختارة بابليك، يعني يكون عام كل الناس تشوفه. ناخد بالنا جدا من الاختيار ده. جزاك الله خيرا. طيب حد لسه عنده اي مشكله؟ حد عنده مشكله في الكاميرا مش فاهمها، في الفيديوز ازاي يعمل فيديوز، يعمل جروب، يعمل توبيك في الجروب؟ ها طيب لو انا دلوقتي خدت الخطوه الاخيره، عايزه ايوه الخطوه الاخيره اللي هي توبيك، كده نعمل توبيك تاني. طيب هندوس اهو هنا، مجرد ما انا وقفت بس كده بالسهم هلاقي مكتوب اد توبيك، هندوس عليها. التوبيك عشان يتعمل لازم يكون عندي عنوان وعندي محتوى ليه. انا مثلا اهو مثلا هعمله عن الرياضه مثلا. انا كده حطيت عنوان للتوبيك ده، بختار هنا عايزه اعمل وصف باي شكل من الاشكال. مثلا هكتب هنا الرياضه
غذاء للجسم مثلا؟ خلينا نجرب مثلا اليوتيوب، لو دوسنا كده بيقول لي حط ايه لينك من اليوتيوب، فانا مثلا هروح كده هفتح مثلا عندي كده يوتيوب، هختار مثلا فيديو عن اهميه الرياضه، بس طبعا يكون مناسب لايه للمرحله السنيه اللي انا هبعت لهم الفيديو ده، اكون طبعا سامعين الاول كويس مثلا اهميه الرياضه للاطفال على سبيل المثال. مثلا ممكن اخد الفيديو ده كده، ممكن اعمل مشاركة باللينك كده، كده شكرا ليك، انا كده عملت مشاركة للينك، هاخدها اعملها نسخ هنا، نسخ خلاص اهو ظهر عندي اهو ايه اللينك، هبتدي ان انا اقول له دولي على الفيديو حطهولي هنا قدامي اهو، حمل وحطهولي ايه قدامي، هبتدي بقى ينزلهولي في التوبيك بتاعي. تمام كده، هقول له بعد كده انا خلاص كده عملت عنوان ونزلت لهم الفيديو، هقول ايه بوست توبيك. ظهر عندي اهو التوبيك اللي انا عملته. طيب انا عايزه اي حد اهو اني وان وذا لينك كان جوين، اي حد مع اللينك يقدر ان هو ايه ينضم، فهعمل نسخ. بعد اذنكم بقى انا عايزه احطه لكم في الشات، عايزه اشوف بقى الناس اللي فهمت ازاي تستخدمه، وريني بقى عايزه استجابات على الفيديو ده. بص توبيك يعني ارسال الموضوع ده في الجروب اللي انا عاملاه، الموضوع اللي انا انشاته دوت اللي هو الرياضه، انا عايزه ارسله في الجروب اللي انا عاملاه دوت في الموضوع اللي اسمه الرياضه اللي بيسأل. هي عايزة بقى كلنا ندخل على الرابط ده ونتفاعل مع فيديو الرياضة اللي احنا نزلناه. ايه مين دخل؟ حط له مرة بالتاني. عفوا ضعي الرابط مرة أخرى. تمام او في حد دخل اهو. تمام
كويس أوي. تمام، في ناس دخلت اهو. تمام، وعرف يستخدمه كويس. جزاك الله وإياكم. طيب حد عنده لسه مشكلة في الموضوع ده؟ حد لسه مش عارف يعمل فيديو أو جروب أو توبيك؟ ده الجروب بتاعنا جواه التوبيك الرياضة وأهمية القراءة. ما شاء الله. فيديو أستاذة هادية. هي فين بقية الناس؟ معاك. أنا عايزة استجابات كتير، فين الباقيين؟ نعم. حتى لو نحط ستيكرز مش لازم يعني نطلع بنفسنا، حتى لو ستيكرز وروني بس عملتوا ايه. كويس، فيديو تاني اهو. شكرا لحضرتك. طيب اي حد لسه عنده مشكله في الموضوع ده؟ مين مش عارف يعمل ايه؟ بقول لحضرتك جدا روعة، ممتاز، شاركنا. اوكي، المحاضرة مسجلة يا جماعة، تمام. نشوف لهم خطوة ماشي. تانية بقى عشان يستفيدوا بأكبر حد قدر من الفليب جريد عشان ما يطولش عليهم. اه ممتاز، طيب الله يبارك. هقول لهم اخر حاجه بسرعه. نعم. هنا عندي ديسكفري، لما ادوس عليها هنا بيديني كل الحاجات اللي موجوده في فليب، كل الحاجات اللي المعلمين منزلينها والطلبه، كل الحاجات المهمه اللي انا عايزه اتعرف عليها الخاصه بالكوميونتي اللي انا اخترتها من الاول. لو انا مختاره مثلا حاجه محدده، لكن لو انا مش مختاره حاجه محدده، هيديني كل الموضوعات. فانا مثلا هنا مختاره اقول، فانا هلاقي ايه بقى كل ايه الايفنت بتاع فليب، ودي حاجات جميله جدا ومفيده جدا فعلا، يعني عباره عن موسوعه علميه لو احنا تابعناها هنستفيد كتير جدا 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 كمعلمين. مثلا لو حد مثلا عايز ساينس مثلا اهو، هلاقي ايه موضوعات كتير قوي قوي اقدر ان انا اتعرف عليها من هنا حسب هو نوع ايه المادة اللي انت مختارها. هنا بيقول لك عايز ايه كوميونتي، ممكن انت تختار برضو من السهم، ممكن تختار اول او تختار حاجة معينة عشان يبتدي يظهر لك النتائج بتاعتها. ولو عارف طبق معينة، موضوع معين عايز تكتب اسمه ودور عليه، ممكن تكتبه هنا ويجيبه لك عادي. ده بالنسبة لديسكفر. عبارة عن مكتبة كبيرة جدا 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 كل المجالات طبعا. مش حضراتكم شايفين كده، ماس، ميوزك، ساينس، حاجات كتيره جدا، سوشيال ستادز، تكنولوجي، حاجات كتيره قوي ممكن احنا نستفاد بيها.
طيب في عندنا كمان انا دلوقتي كل ما بعمل فيديوز والاولاد بتوعي بيبعتوا لي فيديوز بتبقى ايه موجوده في توبك معينه. طب انا لو مثلا في مجموعه اولاد عايزه بقى مثلا اكافئهم ان هم مثلا إيه ليهم مثلا مشاركات كتيره معايا وعملوا مثلا كذا درس وعايزه اعمل لهم حاجه يعني كمكافاه ليهم، ممكن يعني انا شخصيا بستخدمها كمكافاه للاولاد. عندي الميكس تيبس دي حلوه جدا جدا، هنا من بلاس دي بدوس كده بختار من الفيديوهات اللي عندي، بكتب اسم الموضوع مثلا الانجازات وابتدي بقى ابعت الاولاد مثلا الكود بتاعهم او ادخلهم هنا باللينك او انزل لهم اي حاجه هم عايزينها. مثلا هنا هحط مثلا لينك او اي حاجه وابتدي اعمل بقى كرييت. انا طب هنا ما زودتش حاجه في مظهرتي، هو ظهر لي بس ايه الاسم بس. انا بشرح لكم الفكره ان احنا ممكن نعمل فكره زي دي نحط بقى فيها فيديو ده او اي حاجه، وممكن اجمع بقى فيديوهات الاولاد اضيفها هنا اللي هم مثلا كانوا متميزين معايا او اي حاجه، وابعت اللينك بقى لكل زملائهم عشان يدخلوا يشوفوا بقى انجازات الاولاد دي. ممكن اولاد مثلا ضعيفه في المستوى انا اشجعهم اقول لهم بصوا بقى الاولاد دي عملت ايه، دول ممتازين جدا إيه مثلا ده فلان دوت ليه عندي مكافاه كبيره عشان عمل كذا وكذا وكذا وفيديو عن كذا. افضل اعدد ايه مميزاتهم بحيث ان انا اديهم ثقه في النفس. دي بالنسبه للميكس تيبس. كل حاجه بتعملها طبعا في الفليب بتبقى متسجله، فهنوصل لحاجه اسمها الاتشيفمنت. دي اخر حاجه هنقولها النهارده ان شاء الله. دي الانجازات اللي احنا عملناها. انت طالما انضميت لفليب يبقى انت خلاص كده هتاخد البادج ده، هتلاقي كده بقى ده المكان جاي كده زي دول بقى ملون عشان انت خلاص اوريدي ايه بقيت عضو في الكوميونتي بتاعت فليب. هنا عندك كام حاجه عملتها اتشيفمنت، اهو بيقول لك 2. انشانا كام جروب؟ 1. عملنا كام توبيك؟ 5. كل الناس اللي عملت لي ريسبونسز هنا اهوت عملت استجابات على فيديوهات او اي حاجه انا نزلتها النهارده كانوا كام؟ 19. كام فيديو عملناه؟ 21. كل المشاهدات اللي تمت النهارده قد ايه؟ 30. فهو هنا اول باول لما تدوس على كلمه انجازات هيطلع لك كل الحاجات اللي انت عملتها في اليوم او في الاسبوع، فتقدر تتابع اول باول. كل ما تعمل انجازات كل ما انت هيطلع لك بادجات كتير هنا. زي ما حضراتكم شايفين اي بادج من هنا ممكن نقف عليه كده هنلاقيه بيتلون هنا قدامنا وبيقول لك ازاي تاخده. ازاي مثلا تبقى ستودنت فويس امباسدور؟ نعمل ايه؟ ازاي نبقى مغيرين وننشر الثقافه دي في الكوميونتي بتاعتنا وننشرها بين المدربين والمدرسين اللي حوالينا؟ ممكن تبقى فليب سيتفايد ليفل 1، ممكن تبقى ليفل 2، ممكن تبقى ليفل 3 وهكذا لحد ما نوصل طبعا لسفره. كل ده عن طريق ايه؟ البادجات اللي احنا بناخدها. كل ما نعمل انجازات كل ما بيطلع لنا حاجات اكتر. كل دي بادجات ممكن ان احنا نتعرف عليها، وكل بادج منهم مكتوب جنبه ازاي بناخده وبنعمل ايه عشان ناخده زي ما حضراتكم شايفين كده. هي طبعا كثيره جدا يعني اعتقد من وجهه نظري موقع فليب ده الموقع الممتع. انا شخصيا مش بزهق لما اقعد اتعامل معاه، وعلى طول بكتشف فيه حاجات جديده وعلى طول بيعملوا تحديثات فما شاء الله عليهم يعني رائعين. انا كده خلصت النهارده. لو حضراتكم عندكم طيب اي سؤال. وانا استاذه ياسمين وضعت لك واكلت في كل ما قدمته اليوم من صور وفي الروابط طبعا، هديه مني اليك. تمام، جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا لحضرتك. انا هعمل ساين اوت من ده. عشان اشرح لكم عليكم فاضي خالص. طب لو انا عامله من الاول بقى واحد بتاعي اهو، عامل لوج ان
اختار بقى واحد فني في الشغل اكتر عشان نشوف كده الفرق. هنا بيطلع لنا طبعا اهو كل الفيديوز اللي عندي بتطلع قدامنا اهو. عندي مثلا 76 students، عندي 76 طالب، وكل دي جروبز انا عاملاها، كل دي حاجات عندي. كل الحاجات اللي هتنشئوها هتطلع لكم في الجنب الايسر ده. الجنب الايسر بيطلع فيه كل الجروبز اللي عندكم او اللي انتوا انضميتوا اليها، سواء انشاتوها بنفسكم او انضميتوا اليها، والتوبكس اللي موجوده عندكم. فانا كنت حابه ان انا اوريكم الفرق في الشكل بين الفوزي ده والتاني، ونفس الكلام اللي احنا شفناه المره اللي فاتت هو برده عندي اهو. هتختاري طبعا في ايه، في الانجازين هنلاقي طبعا حاجات تانية، عدد اكبر من المشاهدين عشان ده انا فعلته اكتر، اشتغلت بيه اكتر من مره، فطبعا اكيد عليه حاجات اكتر. وفي اهو 7 جروبات منشاه قبل كده، في بادجت اكتر مثلا اهو. فكل ما احنا هنعمل انجازات كل ما فليب هتدينا بادجت اكتر. انا كده خلصت، اتمنى نكونوا استفدنا اي حاجه من اللي انا قلتها، وبجد اتمنى كل اللي معايا يكون المحاضره كانت خفيفه وما حسوش بالملل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا بنشكرك شكر جزيل على المحاضرة الرائعة والجميلة والبساطة اللي كانت فيها، والكل بيثني على شكرا. حضرتك، شكرا جزيلا، جزاك الله كل خير. طيب الحضور الكريم، لو في حد عنده سؤال قبل ما ننزل الفورم ممكن يرفع ايده. نشوف اول عندنا الاستاذ وليد والاستاذة نجلاء والاستاذة نورة والاستاذة حسناء. نبدأ بالاستاذ وليد، مرحب بيك، تفضل حضرتك، المايك من عند حضرتك، تفضل. انا هاخد من حضرتك الشير استاذه اتفضل ياسمين. طيب اتفضل. نشوف كده الاستاذ وليد، تفضل استاذ وليد. شكرا لكم، الدوره كانت رائعه جدا، انا اهتمت تماما. تسلم، الله جزاك الله يبارك فيك، خيرا، احسنت. شكرا ليك، جزاك ممكن الله نهبط خيرا، جزاك لك. الله خيرا نعم، استاذ. الله يبارك فيك يا مستر. طيب نشوف الاستاذه نجلاء لو عندك سؤال. طيب أستاذة ألفت، لحظة، تفضلي أستاذة ألفت. هلو، افتح المايك من عند حضرتك. طيب عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال، أنا كنت ماشي مع الأستاذة في نفس الخطوة، يعني كل خطوة بيدي فاهمين معاها تمام. معلش الصوت مش واضح، بس الصوت يعني ضعيف. عايش، ايوه السلام عليكم، متوضح حكي؟ يس، اوكي، واضح تمام. انا كنت مع الاستاذه خطوه بخطوه تمام. عندي مشكله ان لما بعتت قال تخشوا على الجروب بتاعي، هنا ما عرفتش كيف ندير تعليق او نبعت فيديو، يقول لي لا في خطا انت هنا مدايره. انا نبي نعرف الخطوات هي، يعني لو ان هي تخش على اي جروب تاني وتورينا كيف احنا نعلق. استاذ ياسمين، سؤال واضح؟ معلش الصوت بيقطع عندي شويه، فممكن سؤال تاني؟ قولي لها السؤال تاني يا استاذ. نعود بر... ايوه معلش، تمام معلش. انا لما درتي الجروب بتاع الفصل الرابع تمام، انا خشيت فيه تمام، واضح الصوت؟ ايوه تمام تمام ايوه. درتي فيديو تمام، درتي الفيديو وقلتي ان احنا نخش نعلق عليك تمام. ايوه تمام. خشيت على الرابط تمام، هو خش بس ما عرفتش كيف نعلق، يعني لما جتني بنبعت فيديو او ندير تعليق كتابي يقول لي في خطا عندك،
فممكن انت تخش على اي جروب تاني وتورينا كانك انت يعني خاشه وبتعلقي لو ما فيش معنى يعني. تمام حاضر. طب ممكن اخد الشيء تاني؟ اسمين اتفضلي اتفضلي. سؤالي اسمين سؤالي صوتي واضح عليكم؟ استاذة نجلاء صوتي واضح؟ واضح استاذة نجلاء اتفضلي. سؤالي هو اضافه ملفات لما ضغط اعطاني اضافه روابط، هل انا باضافه الملف الوورد او الباور بوينت او الاكسل؟ هو ما يرفعش ملف، هو يرفع زي سوي يعني يرفع رابط يضم الرابط يعني. هذا سؤال استفساري وشكرا للاستاذ ياسمين. عن طريق الدبوس، علامه الدبوس بيعمل تضمين للرابط، بناخد رابط اي ملف وبننسخه في المكان اللي عملناه نسخ ولصق، هو بيظهر للاولاد الرابط موجود، فهو بيخشوا عليه مجرد ضغطه بيدخلوا عليه. تمام. عن طريق تضمين الرابط وليس تنزيل الملف كامل. يعني هو ما يرفعش ملف، هو يرفع رابط بس. رابط. من الرابط يدخل على الملف. تضمين. انا قلت تضمين للرابط. ان احنا نحط بس معانا الدبوس ننسخ ونلصق الرابط. طيب الشاشة واضحة عندكم؟ نعم نعم نعم. مثلا لو انا عندي فيديو اهو، هنا بيقول لي عايزه تنزلي الفيديو، عايزه تعملي له تعديل، عايزه تكتبي له تعليق، كل حاجه هي معانا متاحه. اي حد بياخد الرابط ده بيقدر يدخل تحتيه يعمل كومنت. انا طبعا مش هينفع اعمل كومنت عندي، ان انا مش هعمل على نفسي كومنت، بس لو حد اخد الرابط بيلاقي هنا عنده اد كومنت، طب يعمل عنده كومنت على الفيديو اللي بيظهر له. بس انا مش هتظهر عندي، ان انا مش هعرف يعني اعلق على نفسي. نعم. تمام تمام. نشوف الأستاذ باسم والأستاذة حسناء. أستاذ باسم تفضل. أستاذ باسم محمد خليل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك خيرا وربنا ينفع بيك وليك يا رب. هو أنا عندي مشكلة إن الشات مش شغال وما عرفتش أشغله وما رضيتش أخرج عشان ما ممكن ما أعرفش أدخل تاني. انا قافل الشات يا استاذ عشان الناس كاتبه كتير كتير كلام، عربت رابط رابط، واحنا لسه ما خلصناش المحاضره. لا ده من بدري من قبلها. لا 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 يمكن أوي. عندك مشكله في الدخول. اتفضل. دي ليها حل؟ لا هو الاستاذ ربنا يبارك فيها يا رب، يعني هي لم الموضوع يعني بشكل كبير جدا، ربنا يبارك فيها وينفع بيها يا رب. تمام. شكرا لحضرتك. جزاك الله خير. طيب أستاذة، هو آخر متصل معنا خلاص، وبنقول لحضرتك شكرا جزيلا. لحظة واحدة.